السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في محاضرة جديدة من محاضرات كورس دارت. قربنا خلاص، دخلنا على الأوبجكت أورينتد. كلمنا المحاضرة السابقة إزاي نعمل الفانكشن، وعرفنا أهمية الفانكشن إيه، إمتى هستخدم الفانكشن، فانكشن بتتكون من إيه، إزاي أكتب كود فانكشن. ولما جيت الفيديو اللي فات حبيت اعرض الفانكشن، استخدمت var كفاريبل واديت له اسم، وبعدين سويته باسم الفانكشن واديت له القيم. كمان بداخل الفانكشن اديت له انتجر كوانتيتي وبرايس ودبل للديسكاونت، وعملت له برنت. وقلنا المحاضره دي هنكمل. طيب هو في جديد في الفانكشن؟ طبعا في جديد. لو انت ملاحظ هنا انا قلت له print للكوانتيتي في البرايس ناقص الديسكاونت، صح؟ مقصود ببرنت هنا ان انا برنت داخل الكونسول، لكن دي مش وظيفة الفانكشن. وظيفة الفانكشن ان هي بترجع لي او بتعمل لي ريتيرن لحاجة انا هستخدمها. حلو. فاكرين في المحاضرات بتاعت الداتا تايب لما قلنا ان استخدام متغير زي مثلا انتجر ده عباره عن اوبجكت بياخد مني انتجر او رقم، والسترينج هو اوبجكت من سترينج بياخد مني كاركتر، فاكرين؟ الفانكشن برضو هي اوبجكت. تاني، الفانكشن برضو هي اوبجكت. طيب انا دلوقتي بستخدم فانكشن داخل الاب بتاعي، فانا عايز اعمل ريتيرن للفانكشن، وبما ان الفانكشن عباره عن اوبجكت فهي هتاخد مني نوع اوبجكت. يعني انا ممكن اجي هنا واقول له انتجر، يبقى انا كده قلت له ايه، انتجر انفويس داتا. كده انا حددت له الفانكشن بتاعتي من النوع ايه، انتجر، لانها بتاخد اوبجكت انتجر. هنا هو مديني ايرور، لان البادي طبعا بيقول لك ايه، The body might complete normally causing لسبب null to be returned. مفيش عندك return. تمام؟ طيب هعمل ايه؟ انا مش عايز print، انا عايز return. انا عايز return. طيب فهت return ايه؟ اعمل return. فقلنا الى return، return ايه بقى؟ انا لازم ارجع قيمة. وخد بالك هنا انا مستخدم integer قبل الانتجر. خلينا، انا عايز ارجع حاجه، فانا مجبر هنا اعرف له فاريبل وهقول له انت تي او تي مثلا هتساوي هعرف له هنا متغير بالخيم دي. ايه المتغير ده؟ انا قلت له فاريبل تي او تي هيساوي الكوانتيتي في البرايس في الديسكاونت. وبعدين هنا انا عايز اريتيرن، هل اريتيرن الانفويس داتا اسم الفانكشن؟ لا، انا هريتيرن التوت، هريتيرن التوت. هنا بيديني ايرور. ليه الايرور؟ لان هنا في دبل، وانا الانتجر هنا الفانكشن بتاعتي انتجر، فبالتالي انا لازم اشيل الدبل واقول له انت. حلو. طيب انا كده ريتيرن، انا رجعت قيمة. عايز اطبع، انا لو شغلت كده مش هيطبع. طب علشان اطبع فانا اقول له ايه، print total invoice. تعالوا كده نجرب. بص اداني ايه، اداني 95. ليه؟ لان انا قايل له اضرب لي الكوانتيتي الخمسة في العشرين بمية ناقص خمسة، صح؟ هيديني 95. طب لو جيت قلت له انت خمسة وانت عشرة والديسكاونت مثلا عشرة، عشرة في خمسة بخمسين، وهنقص منهم عشرة، المفروض يديني 40. تعالوا كده، 40. ممتاز ممتاز، حلو. طب انا لو عايز اعمل الفانكشن دي دبل هقدر؟ هقول له دبل
وهغير الانتجر لدبل، بحيث انه ما ياخدش مني بس عدد صحيح، لا وياخد كسر كمان. وبرضو فاريبل كده، انا عملت الفانكشن دبل وعرفت فاريبل تي او تي او اي اسم، تي او تي اكس مثلا عادي يعني اهو، يعني اي اسم ما ترتبطش بتي او تي، هيساوي الكوانتيتي في البرايس ناقص الديسكاونت. حلو جدا. ونفس الكلام فار للتوتال انفويس. لو انا هنا جيت قلت له الكوانتيتي بتاعي 5 والسعر 35.5 والديسكاونت 1.5، خد بالك هتقول لي هنا انت كاتب عدد صحيح. ما هو الدبل بياخد مني عدد، يعني عدد عشري وبياخد مني عدد صحيح. تمام، يلا كده نجرب. هيديني 176. لو ضربت الخمسة في 35.5، كالكوليتر، ادي 5 في 35.5 هيساوي 177 ناقص 1.5 هيديني 176 اللي هو ده. حلو الكلام. يبقى انا عرفت ايه المحاضره دي، ان انا اقدر اعمل فانكشن بنوع داتا، واقدر اعمل ريتيرن للفانكشن دي وارجع قيمه، وعلشان اعمل برنت بستخدم البرنت، عشان اعرض داخل الكونسول بستخدم البرنت. كده انت فهمت كل حاجه عن الفانكشن وتقدر تتعامل بيها. وبكده يبقى قفلنا الفانكشن. المحاضره اللي جايه ان شاء الله هنبدا نتكلم عن الكلاس. هرجع اقولها تاني، بليز يا جماعه، بليز يا جماعه، الكورس ده اساسيات. لو ما تاسستش صح في الدارت والله العظيم ما هتعرف تعمل معايا اي حاجه في الفلاتر. الفلاتر فريم ورك مش لغه برمجه. الفريم ورك بتاع الفلاتر هقولها 1000 مره، الفلاتر فريم ورك ده مبني على لغه الدارت. يعني انا ببرمج وبكتب كود داخل الفلاتر دارت، بعرف كلاسات وبعرف فانكشن وبعرف متغيرات وبطرح وبجمع وبعرض باستخدام الدارت. يعني انا لو ما عنديش اساسيات وعارف اساسيات الدارت كويس جدا جدا جدا، والله العظيم ما هتعرفوا تعملوا حاجه، وهيبقى تضيع وقت واحباط. وما ادراك ما الاحباط. واغلب الناس اللي بتصاب باحباط بيكون عندهم البيزك بتاع البروجرامنج لانجوج ضعيف او صفر او مهتمش بيه، ودي مشكله على فكره وقافه احنا بنعاني منها، ان احنا ما بنهتمش بالاساسيات. انا مش عايز اضيع وقت، انا عايز ادخل واظهر بقى الشاشه افهم اساسيات علشان تقدر توصل لمرحله الشاشه وتبدع داخل الشغل ده. استنى المحاضره اللي جايه، خلاص احنا هناخد محاضره او اتنين في الكلاس، و محاضره او اتنين كلاس وواحده انهيرتنس، يعني ممكن ان شاء الله اربع او خمس محاضرات هنكون قافلين كامل الاساسيات. هنبدا يا سيدي، انت نفسك هتقول كفايه، هنعمل تطبيقات فلاتر كتير جدا وهنقفل بدل البروجكت 10. اشوفكم ان شاء الله المحاضره اللي جايه.